صباحية. صباحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. المسهل بالتعاون وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية، يواصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف زيارته الرسمية إلى جمهورية بولندا. هذا وعقد أمس عطاف جلسة عمل مع نظيره البولندي رادو سلاو سيكورسكي، وقد تمحور اللقاء حول سبل وأفاق إطفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر في المرحلة الراهنة، والتي تفتح الباب واسعا أمام فرص التعاون والشراكة. وعلى ضوء ذلك اتفق الوزيران على برمجة الدورة الأولى للجنة الحكومية الجزائرية البولندية للتعاون الاقتصادي، وعلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي، وكذا على تنصيب فريق عمل مشترك تسند إليه مهمة تحديد صياغية التعاون والشراكة في مجال الطاقة. كما تم استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في جوار البلدين، وكذا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن المستجدات المتعلقة بالشراكة التي تجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. زميلي معالي الوزير على النتائج اللافتة التي حققتها الجزائر في المجال الاقتصادي نتيجة النهج الإصلاحي والتجديدي التي أرساه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وأعتقد أن هذه التطورات من شأنها أن تفتح الباب واسعا أمام فرص التعاون والشراكة بين بلدينا، خاصة وأن مجالات التنمية الوطنية هاته تتوافق تماما مع أولويات التعاون والشراكة بين الجزائر وبولندا. أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالموقف المشرف لجمهورية بولندا من هذا العدوان ومن القضية الفلسطينية برمتها، لا سيما ثباتها على موقف الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية، وكذا تصويتها مؤخرا لصالح قرار الجمعية العامة المتعلق بمشروع العضوية الكاملة لدولة فلسطين. والإشارة إلى أن الحكومة سوف تقوم بمهمتها وسوف تنشئ الأطر القانونية، ولكن أتمنى أن رجال الأعمال البولنديين يسمعون كلامي، أن الجزائر هي مخلوقة لتنمية الأعمال والاستثمارات البولندية فيها. أشجعكم على استكشاف هذه الإمكانيات والمقدرات التي تكمن في دولة الجزائر وتنميتها المشتركة. وخلال لقائه بأفراد الجالية الوطنية ببولندا، أكد عطاف حرص السلطات العمومية على إشراك أفراد الجالية الوطنية في مجهود التنمية الوطنية، لا سيما في ظل المكاسب الهامة التي تم إحرازها على كافة الأصعدة بفضل الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، وهي الإصلاحات التي مكنت البلاد من الحفاظ على الاستقرار السياسي والنهوض بالاقتصاد الوطني وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز مكانة الجزائر وثقلها على المستويين القاري والدولي. رئيس الجمهورية مثلما تعلمون يولي اهتماما بالغا لأحوال المواطنين الجزائريين بالمهجر، وهو الاهتمام الذي صاحبه تصور شامل حول دور ومكانة جاليتنا في مسار التجديد الوطني الذي انتهجه السيد رئيس الجمهورية بغرض إرساء ركائز جزائر جديدة لا تنفك عن الذود عن مصالحها ولا تتأخر في الدفاع عن مصالح أبنائها داخل الوطن وخارجه. إلى الحدث الاقتصادي الذي تحتضنه بلادنا الآن، حيث تختتم اليوم فعاليات الطبعة 55 لمعرض الجزائر الدولي باعتباره الواجهة الاقتصادية التي يسعى من خلالها المتعاملون إلى إبراز قدراتهم الإنتاجية، والذين ثمنوا جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة منذ سنوات، وأعربوا عن تفاؤلهم بخصوص مستقبل الاستثمار في الجزائر. التفاصيل في هذه الورقة لوسيلة بشار. تطور ملحوظ شهده الاقتصاد الوطني بفضل رزمة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة. مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يعرب عن ارتياحه
بخصوص هذه الإصلاحات. اليوم شفنا أنه كانت منتوجات يعني عندها 3 سنين 4 سنين كنا يعني نستوردوها، اليوم شفناها اليوم مصنعة في الجزائر، ولكن لازم نمشي مرحلة أخرى، المرحلة أنه المواد أولية كذلك لازم نوليو نصنعوها، كذلك يعني الإدماج لو طو دانتيغراسيون يفودرا لي فير يعني اوغمونتي لو طو، وهذا يعني لازم يكون فيه تساجم بين حتى المتعم الاقتصاديين اللي راهم هنا اليوم. بالك ثاني سي ان اسباس دو رونكونتر، كاين متعم اقتصاديين بالك ما على بالوش بلي جارو ينجم يعني كان مواد اوليه ينجم يشريها من عنده، و سي جوستومون لوبجيكتيف. مجمع إيريس أحد المستفيدين من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الجادين، فكيف يرى المجمع مستقبل الاستثمار؟ أنا بالنسبة لنا الرؤية تاعنا يعني هي رؤية تفاؤلية بالنسبة للاستثمار في الجزائر، والجزائر يعني كبلد قارة هو عبارة عن تربة خصبة للاستثمار، والدليل على ذلك هو أنه جميع الاستثمارات اللي دارت في الجزائر آلت إلى النجاح، وهذا الشيء اللي شجعنا احنا أننا نستثمر يعني بطريقة يعني مستمرة وبطريقة دائمة. اليوم الحمد لله الجزائر انتقلت من مرحلة وين كانت بلد مستورد إلى مرحلة اللي الحمد لله نسبة التصنيع فيها راهي كل يوم تزيد، ونسبة الاستثمار فيها كل يوم تزيد، سواء في الصناعة ولا في مجالات أخرى من بينها يعني السياحة ولا الفلاحة. صيدان إحدى أكبر الشركات العمومية التي استفادت من دعم الحكومة فعرفت طفرة نوعية. أول واحد يدير أوبيراتور في الجزائر لا ماتيغ بوميغ يعني مواد أولية تاع الدواء، احنا أول واحد نديرها في الجزائر، ورايحين نديروا المصانع، مصانعنا بمقاييس عالمية يعني USFDA في 5 مصانع للمواد الأولية. إذن كل المؤشرات تدل على انتعاش المشهد الاقتصادي في بلادنا، انتعاش سيستمر لسنوات. نبقى في فعالية معرض الجزائر الدولي، مشاركة مميزة للدول العربية في المعرض، حيث كانت فرصة للمتعاملين الاقتصاديين العرب لخلق جسر للتبادل والشراكة. يقول محمد بسمعي. حضور دولة فلسطين بمعرض الجزائر الدولي هو بمثابة تحدي للوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية بعدما دمر الاحتلال الصهيوني البنية التحتية في قطاع غزة ويحاول تدمير الاقتصاد الفلسطيني. مشاركتنا كانت بجناحين فقط، جناح الألبسة التقليدية وما هو تقليدي في فلسطين، الجانب الآخر مشاركة بجناح آخر وهو شركة أدوية فلسطينية، وذلك لعدم قدرة الشركات الأخرى والمصانع الأخرى في فلسطين أن يأتوا نظرا للحرب القائمة. الجمهورية الصحراوية آخر مستعمرة في إفريقيا تشارك هي الأخرى في معرض الجزائر الدولي. هذه الفرصة اللي تاحتها للصحراويين من أجل التعريف أولا بالقضية الصحراوية، القضية النضالية اللي هي حقيقة جوهر كل عمل مناضة صحراوي، وكذلك بالتعريف بالمنتجات الثقافية الصحراوية من خلال الصناعة التقليدية الصحراوية اللي هي بالحقيقة عندها دلالاتها التاريخية وعندها عمقها التاريخي وعندها تميزها، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالزي التقليدي الصحراوي. مصر وتونس شاركتا بجناح كبير في هذا المعرض، حيث تسعى الدولتان لتطوير التبادلات التجارية مع الجزائر. أول مرة الجناح المصري يشارك بالحجم ده من الشركات، ما شاء الله، لأنه هو السوق الجزائري سوق واعد، سوق بكر بالنسبة لنا يعني بالبلاد، فاحنا يعني حسينا أن الإدارة الجزائرية هنا والحكومة الجزائرية بتساعد على المشاركة ومشاركة الشركات المصرية. دونك جينا برشا في بعديد المجالات، منهم الاثاث، جينا دخلنا المره هذه بالاثاث ونشوفوا في اقبال يعني كبير للجمهور الجزائري ويجي ويسو انتريسي باغ لي موديل اللي نبعثوهم ونوفروا فيهم. احنا نحبوا على الشراكه التونسيه الجزائريه، وان شاء الله ربي يوفقنا جميعا في المجال هذا ان شاء الله.
الشراكة العربية العربية من بين أولويات الحكومة التي تسعى لتعزيز مكانتها داخل مختلف الهيئات التجارية الإقليمية. في موضوع آخر وضمن المشاريع الاستراتيجية في مجال النقل، مشروع محطة السكة الحديدية الرابطة بين الجزائر وتونس عبر سوق هرس، حيث تم تجهيز المحطة بأحدث التقنيات والمرافق العصرية الحيوية اللازمة لراحة المسافرين. التفاصيل في مراسلة سعد بلحس. مشروع محطة السكة الحديدية سوق هراس الرابط بين الدولتين الشقيقتين الجزائر وتونس، والذي تواجد منذ الستينيات وعرف توقف نهاية الثمانينيات، اليوم الدولة الجزائرية تعيد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الذي يعد شريان نقل ذو أهمية خاصة لمواطني سوق هراس والولايات المجاورة على حد سواء. والحمد لله كرجع هذا القطار ان شاء الله راح وادي سهل في نقل سير المسافرين، يعني سواء على الشعب الجزائري او الشعب التونسي. المحطة عرفت إعادة ترميم والاعتبار للكثير من مرافقها الحيوية بغية فتح الخط في أقرب الأجال. محطة القطار مدينة سوق هراس اللي راح يربط مستقبلا إن شاء الله بين الجزائر وتونس في خط يزيد عن 50 كيلومتر. المحطة اللي هنا راح تتقسم على جانبين، يكون فيها الحيز الوطني والجانب الدولي اللي راح يربط بين سوق هراس وتونس. السلطات العليا في البلاد أولت المشروع أهمية خاصة. وجودنا اليوم هو تحت تعليمة السلطات العليا للبلاد حتى نتمكن من تجسيد الإرادة السياسية للبلدين، بلد الجزائر وبلد تونس، فيما يخص إعادة فتح هذه المحطة وهذا الخط. اليوم جينا حتى نتأكد من جاهزية هذه المحطة سواء من ناحية الفضاءات الاستقبال أو من ناحية توفير شروط الأمن والأمانة بالنسبة للمسافرين. هذا وتبقى ولاية سوق هراس تعرف حركية متزايدة في تطوير قطاع النقل البري والحضري. تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة، تتواصل بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية وسط ظروف تنظيمية محكمة، حيث بلغ عدد الراغبين في الترشح إلى حد الساعة 31 راغبا في الترشح من الأحرار والأحزاب السياسية. وتحسبا للاستحقاق الرئاسي، طموح كبير يحظى الشباب لتجسيد أهدافه ومشاريعه والإسهام في المشروع النهضوي للبلاد من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة. سليم هوري. داخل هذه القاعة تحمل هذه الجلسة في طياتها مشاريع وأفكار لشباب يتطلع للحصول على الدعم والإرشاد من المجلس الأعلى للشباب بحثا عن تجسيد طموحاته على أرض الواقع. مجلس أعلى الشباب اللي رسلونا دعوة وخلونا نحطوا الاقتراحات تاعنا والانشغالات اللي عندنا، إن شاء الله نلقوا دي ريبونس بوزيتيف بارابو على الانشغالات تاعنا. المقترحات تاعنا يعني تهدف للرقي بالمستوى الفكري والعلمي للطالب الجامعي من أجل أن يكون هذا الشاب مؤثر في المجتمع تاعه ويضع البصمة تاعه ويساهم في التنمية والازدهار تاع الوطن. الاقتراح تاعي كان في الميدان، والتخصص تاعي بينشير اللي هو في قطاع الثقافة، يعني في المسرح. عندنا مشاريع إن شاء الله في المستقبل، يعني لازم لنا الدعم ولازم السلطات يوقفوا معنا. هنا تثمين للحاضر وآمال معلقة على مستقبل أفضل يراه هؤلاء الشباب من خلال المشاركة في أداء الواجب الانتخابي. والحمد لله أنا كنت من أحد الشباب المسجلين في هذه المبادرة، وماذا بينا أنه الشباب يتعلم وينخرط في مثل هذه التجارب، وماذا بينا يسجلوا كذلك في القوائم الانتخابية تحت هذا الشعار تاع هيا شباب. أدعو الشباب الجزائري أنه يشارك في هذه الحملة ويشارك ويسجل في القوائم الانتخابية، لأن الشباب هو اللي يمد الصوت تاعه من أجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. إحنا يا ماذا بينا أن الشباب يكون حاضر، المسؤولية مسؤوليتنا جميعا، الديمقراطية تندر بالشباب تاعها، البلاد بلادنا وإحنا اللي نقدروا نصنعوا القرار فيها. ماذا بينا نسبة مشاركة الشباب هذا العام في الرئاسيات تكون جد مرتفعة.
استجابة من قبل الشباب لهذه اللقاءات تعكس وعيهم السياسي وعزمهم على لعب دور فعال في صناعة المستقبل. إلى ولاية بومرداس الآن. هيا شباب، شعار لقاء جهوي ضم 15 ولاية من ولاية الوسط في حملته الثانية للتواصل الميداني والعمل الجواري وسط الشباب للرفع من مستوى الوعي السياسي لدى هذه الفئة. بريزة جلمتها. توحيد الرؤى والأفكار من أجل المواطنة الفاعلة وإشراك الشباب في الحياة السياسية للبلاد وإعطائهم المعرفة والقدرة والوعي نظرا لقدراتهم على التأثير في الأوساط الشبانية. surtout les acteurs de la société civile en ce qui concerne le rôle insen donc l'intérêt tagi wa kan donc atchikin wad tfkna rayen sen nchouf ana khamen d'ailleurs ana ay mada sagi mathan atas les changements et dit wakhad men khatar tikin wala dno thniya fkan darayen sen tikin ili donc le warach tagi wak twakhad men el kulia افتتاح الحمله رقم 2 اللي هي شباب من اجل الانتخاب والاستحقاق السياسي. ما يهمناش احنا واش يكون اختيار تاعك وهذاك حرية الرأي لكل واحد وسوى صانع القرار تاعه بنفسه، قد ما يهمنا أن المشاركة السياسية للشباب تكون بنسبة كبيرة. الهدف هو المشاركة، الهدف هو التوعية، الهدف هو المساهمة، تحمل المسؤولية من أجل بناء الجزائر. تشجيع التواصل الميداني والعمل الجواري مع الشباب وهذا للرفع من مستوى الوعي السياسي للمشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة. لنقيم هذه الحملة ولنستعد للمرحلة الثانية من هذه الحملة والمتعلقة بإشراك الشباب في العملية الانتخابية، إشراك الشباب في الحياة السياسية. هذا الجهد الذي خلينا نقول صنعه شباب الجزائر عبر كل التراب الوطني من خلال الحملة الكبيرة التي أقيمت ستكون مستمرة بحول الله تعالى من خلال تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة. تعزيز روح المواطنة لدى الشباب وإشراكه في صنع القرار باعتباره ذخر الأمة وثروته البشرية. شارك المدير العام للأمن الوطني علي بدوي في أشغال القمة الأممية الرابعة لقادة أجهزة الشرطة بنيويورك. خلال الجلسة الافتتاحية أكد بدوي جهود الجزائر في تطوير وتحديث مؤسساتها الأمنية الوطنية لتكييف قدرتها على مواجهة التهديدات الجديدة والناشئة لا سيما منها التهديدات السيبرانية، حيث أكد أن الجزائر وبصفتها البلد المحتضن لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي أفريبول تدعم فكرة إسناد دور أكبر للاتحاد الإفريقي في مجال تعزيز التعاون بين مؤسسات الشرطة الإفريقية. وعلى هامش أشغال القمة جمعت المدير العام للأمن الوطني بحضور سفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع جمعته عدة لقاءات ثنائية مع كل من نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعملية السلام ونائب رئيس الشرطة السلوفيني وكذا المدير العام للشرطة الزيمبابوي تناولت سبل تعزيز الشراكة والتعاون الشرطي. كما تبادل المدير العام للأمن الوطني مع وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن وجهات النظر حول فرص تكثيف التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة، كما التقى بنائب المدير العام للشرطة النرويجية حيث تناول الطرفان سبل التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة. كما التقى مع نائب مدير الأمن السويدي حيث تمحورت المحادثات حول سبل تقوية التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الشرطي. وضمن جهودها الدبلوماسية نجحت الجزائر في تحقيق الإجماع داخل مجلس الأمن على مشروع بيان رئاسي حول الأشخاص المفقودين والذي تم اعتماده أمس بتوافق كافة الأعضاء بعدما تقدم به الوفد الجزائري، وذلك مواصلة لجهودها الدؤوبة ومشاركتها البناء كعضو منتخب في المجلس. وفي هذا الصدد أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء ما تنقله تقارير من زيادة هائلة في عدد الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، الأمر الذي تترتب عليه عواقب بالنسبة للأشخاص المفقودين ولأسرهم لا سيما النساء والأطفال. في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد صباح اليوم طفلان فلسطينيان وأصيب 5 آخرون إثر قصف صهيوني لمنزل بمنطقة اليرموك في مدينة غزة، كما ارتقى 4 شهداء وجرح 10 آخرون جراء قصف
طال منزلا في شارع الوحدة وسط المدينة، وهذا في الوقت الذي تواصل فيه مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية استهداف منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. المشهد مع مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح وكل المحافظات الفلسطينية، نرصد اليوم هذه الجريمة الإسرائيلية بحق فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، عندما باغتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلا وقام بقصف هذه السيارات والنقاط الطبية وأدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين. يعني هذا هو حال العائلات الفلسطينية عندما يكون هناك استهداف هنا في مجمع ناصر الطبي، الكل يبحث عن أبنائه، هل هو شهيد أم جريح أم مصاب أم مفقود في هذا القصف الإسرائيلي. أنا شغال في المستشفى والله عامل نظافة، فجأت لقيت أخويا شهيد، لقيت أخويا شهيد، لقيت الأهل والأجل وكله بيجري ورا أخويا، أنا مش عارف إنه أخويا أصلا، اتفاجأت في موته، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، هؤلاء الفرق الدفاع المدني من ضمن الفرق الطبية المتقدمة على تخوم مدينة رفح هنا جنوبي القطاع، عندما كانوا ينتشلون الضحايا والشهداء الفلسطينيين ومعهم سيارة هذه الإسعاف، لكن الاحتلال الإسرائيلي باغتهم في إطلاق القذائف مباشرة عليهم و مباغتتهم بإطلاق الرصاص والقذائف بشكل مباشر، وهذا يعتبر جريمة إسرائيلية جديدة على الشعب الفلسطيني. الدبابات أطلقت النار بشكل مباشر على طواقم الدفاع المدني وعلى خيام النازحين التي يعني بجوارنا، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين، وتمت محاصرة طواقم الدفاع المدني لحوالي 20 إلى 30 دقيقة. كذلك تم استهداف سيارات الدفاع المدني بشكل مباشر، أدى إلى إصابة سيارة مركبة الأسعاف الوحيدة في محافظة رفح. ففي إصابات قدامي، اضطريت أنا أخاطر بحالي وأطلع الأسعاف عشان أجيب الناس معايا. ركبت الأسعاف وطرت فيه، حملت إصابات، وزي ما أنت شايف القذيفة هذه دخلت من هنا عند راسي، وقفت جنب راسي. إذا بتلاحظ جوا الإسعاف ما انفجرتش، عند راسي. هذه بعض آثار القذائف الإسرائيلية وإطلاق الرصاص المباشر على سيارات الإسعاف، أو ربما هذه سيارة الإسعاف الوحيدة التي كانت تتواجد مع فرق الدفاع المدني وتعرضت للقصف الإسرائيلي أيضا، إضافة إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين في توغل إسرائيلي مباغت في مدينة رفح. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في إيران كشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي أجريت أمس تقاربا بين المرشحين الإصلاحي مسعود بزجكيان ومنافسه الأول المحافظ سعيد جليلي، ما يعزز احتمال المرور إلى جولة ثانية من الانتخابات. وقالت وزارة الداخلية أن الانتخابات التي شهدت مشاركة نحو 40% من الناخبين عرفت تقدما للمرشح الإصلاحي مسعود بزجكيان على نظيره المحافظ خليلي بعد فرز أصوات 12 مليون ناخب، وذلك عقب ساعات فقط من إعلانها تقدم جليلي عقب فرز أصوات 8 ملايين ناخب. بهذا الخبر مشاهدينا نختم هذا الموعد الإخباري، يومكم موفق والسلام عليكم.